تعد الصين واحدة من الاقتصادات القليلة التي قد لا تشهد انكماشا، وعلى الرغم من أن نموها الاقتصادي ليس سريعا، إلا أن الحفاظ على النمو هو أمر نادر جدا. نجحت الصين في الاستجابة لوباء فيروس كورونا الجديد، واتخذت إجراءات القيود بسرعة وبجدية. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن ينكمش الاقتصاد العالمي بأكثر من 4% هذا العام، بينما سينخفض حجم التجارة العالمية بنحو 20%. في حين تعرض الاقتصاد العالمي للجمود، وسيستمر الاقتصاد الصيني في الحفاظ على نموه. نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي الصيني سريعا جدا في العام المقبل. لقد أصيب نمو الدخل القومي في العديد من البلدان بالركود، إلا أن الصين استثناء. تكون زيادة الدخل القومي في الصين ملحوظة جدا، كما كان نمو الإنتاجية في الصين في السنوات الثلاثين الماضية هائلا أيضا.